وعلى مال فاس كاينه في القمر ولا راه العاصمه ديال الاطلس المتوسط الريفي هي فاس الله يرحم الوالدين. الهضره ديال الفرنسيس يبداو يبنيو لنا التاريخ ونتيقوا حنا بفرنسا. ما يمكن ليكش تفهم تاريخ فاس الا ما ربطتيش بالريف بجبال الريف. العاصمه ديال الريف هي فاس. العاصمه ديال البحر المتوسط هي فاس. العاصمه ديال الاطلس المتوسط الشمالي هي فاس. وفاس ما عندها معنى الا في علاقتها بسجل ماسه تاريخيا وبالاطلس وبالبحر المتوسط وما بينهما من الاطلس المتوسط والريف. اللي ما حدش هاد الجغرافيا باش يفهم التاريخ راه غير كيهرطق. الناس كيتسحب لهم واش فاش جاي انا من القمر ولا عايشه في واحد القمر في واحد الكوكب بوحدها. الله يرحم الوالدين. الخيال العلمي ديال فرانسيس. انا راه درت مجموعه نتاع الحلقات وبينت الناس ان فاس راه ليس كما يدعي البعض انها جاتنا من شي قنت واحد اخر وسطوطنات. فاس بناها الامازيغ وعطيت الادله الكافيه اللي تتبين ان فاس هي امازيغيه. وانت اليوم سي مصطفى اكدت للمشاهدين الكرام ان فاس هي بنت البلاد والسكان تاعها ما جايينش من شي قنت وحده. ما يشاع لا ربما كاينين مهاجرين كي جميع المهاجرين في العالم باسره من 10 40 قوما كيولي منهم. مع ذلك الانسان باقي كيتسحب راسه براني في هذه البلاد وباقي كيتسنى الفرصه يضربنا في الظهر. هذا موضوع اخر. حتى دوك المهاجرون المصادر التاريخيه تتكلم على 500 واحد لا شيء مقارنه. والله واخا تكون 500,000 لا شيء. شتي تكون 500,000 راه ظاهره تاريخيه ديال الهجره راه مدروسه ومفهوم التثاقف. ويلي عندنا ناس على ما نسوا القراصنه كاع جاوا من جميع الدول سلموا. عندنا ناس من هولندا من كورسيكا من مالطا من ألبانيا عطا الله من جميع الأقوام من فرنسا وسلموا ودخلوا. بقي شي أثر ديال شي واحد يقول لي كان أيه جدودي من هولندا. إيه أش بقي كتاكل من هولندا؟ بقي كتلبس بحال هولندا. وعشاك 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 وعشاك. وحتى إلا كان شا شي واحد من شي قنت واحد آخر 4 ولا 5 ولا 6 نتاع القرون هذه وجدودو تزادوا في هذه الأرض لا ما بقاش عنده الانتماء لشي مجال واحد اخر. صافي اصبح منهم وندعو له بالهدايه. يدعى عكس ذلك.